سكان بلدية سيد الربيع ولاية المدية جينا نطالبوا اليوم باه يجي لينا الوالي ونطالبوا الوزارة العليا باه دير تحقيق في بلدية سيد الربيع على جال السكنات على جال البناء الريفي اللي راه على جال الزلزال اللي مدوا للناس ما يستاهلوش وناس يستاهلوا حرموهم. احنا نوجهوا النداء تاعنا للسلطات العليا سورتو وزير الوزارة، احنا نطالبوا الوزارة فيها حقرة كبيرة هنا، طالبوا الوزارة تجي لينا تدير تحقيق في الأمر تاع الزلزال هذا، راهم ناس مظلومين هنايا، ناس محقورين في بلدية سيدي الربيع ما عندهم والو. لاحظنا في القائمة أن هناك ناس خارجي المنطقة يسكنوا خارج البلدية واستفادوا، وهناك مساكن متضررة قدموا لها مبلغ، هذا المبلغ ما يقدر يدير حتى حاجة، إذا كان بناء هش بالطوب كما يقال سابقا بالطوب مبلغ 30 مليون ما راح ترموا، ما راح الانسان ذاك ما راح يدير به حتى حاجه. حنا نطلبوا من اللجنه هذه تحقق في الامر هذا، وكان الناس قلت لك خارج البلديه استفادوا، وكان الناس مازالوا اليوم الى هذا البيوت تاعهم كاع متصدعه ومشقه وما استفادوش. الناس راهم داو استفادوا من الاعانه تاع الزلزال هذه، وهذه دشة الخضيريه ولاد علي راهم ما داو حتى حاجه. اروح تشوف يحبوا يجوا حتى يبعثوا لنا لجنه التحقيق تجي تشوف يعني في الموضوع هذا. احنا يرى ملي تاسست بلديه سيد الربيع من 84 ليومنا هذا مازال ما استفدنا لا من السكنات لا من الطرقات لا من اي مرافق. احنا حتى كاين بعضها بناوا الديسبونسيار لهنا تيك تحبوا تشوفوا حتى يشوفوه، هو عنده حوالي ربع سنين ولا شحال من اللي واحد الخمس سنين هكذاك من اللي بناوه ليومنا هذا مازال مسكر. سيتي سي واجده قادره تعاود كلش، دراهم راحوا في الهواء، داوهم ناس غير يستاهلوهم، ناس ما يسكنوش في البلديه خلاص، ناس ساكنين في البلديه ونورمالمون الحوايج تاعهم يريبوا ما رابوش، وعاودوا داو 30 مليون كيما انا اللي ريب عليا الحوايج راني برا. قارني مع واحد اللي عنده سكنه في البلديه واللي ريب عليه الحوايج قارنهم كيف تقول له اسكت، تقول له دي 30 واسكت ونحطك استفاده، هذه غير مقبوله. نطلبوا الناس اللي ماهمش مقيمين في البلديه يخرجوا يبانوا وحده. ثانيا اللي مستفادين وداو سكنانات في البلديه وبناو وداو تاع الحواش يبانوا ايضا. ثالثا الناس اللي ماشي متضررين كل واحد والمستوى تاعو. احنا سكان بلديه سيد الربيع درنا وقفه احتجاجيه ودرنا حتى وقفه احتجاجيه من قبل وما كاين والو. نطالبوا والي ولايه المديه باللي يحضر هنايا، راه فساد كبير في بلديه سيد الربيع، ووزير السكن عبد المجيد تبون يحقق لنا معنا هنا الزلزله. رانا هي الزلزله راهي ضربت قبل رمضان، وانا صمنا رمضان وعيدنا العيد الصغير والعيد الكبير ومازال ما كاين والو. كاين اللي استفادوا مدينه 70 وجاو من العاصمه واستفادوا وداو، وحنا راه ساكنين في هش القطره طيح علينا ما دينا والو. ولا هل 15 مليون قلنا استفاده، استفاده 15 مليون ما تبني 15 مليون تجيب حتى 10 5 قناطر تحديد ما تجيبهمش. ما استفادوش، والرئيس البلديه كل ما نجو له يقول لك اللجنه هي اللي نحكم. اسكو لا كان احنا اللجنه هذه هي اللي فوطينا عليها وهي اللي تمثلنا تاع السيتيسي رانا قابلين الامر، لكن هي نحتنا ولا كان احنا فوطينا على هذا المير هو اللي يتحمل المسؤوليه نتاعنا. واللجنه التحقيق نطلبوها في اقرب الاجل سواء من الوالي الولايه او من جهات المعنيه تحقق لنا في الامر هذا. نوجه نداء السيد الوالي، ابعث لنا لجنه تحقيق، اروح انت يا شوف الناس اللي استفادوا اللي تعيط الليست نتاعهم. الناس هذو كاين اللي ما يسكنوش هنا خلاص، وكاين الناس اللي عندهم داخل المدينه وداو زادوا داو على برا. احنا يا اصحاب الحواش هذو الناس اللي مازالوا ما داوش كاع يتيك عندهم الحواش، ما كاش واحد عنده فيلا، ما كاش واحد ساكن في باطينه. اللي خرجت لهم السيسيتي ودار عليهم لاجينيور كروه حمر هذو كاع ما داوش. نطالبوا سيد الوالي، نداءنا سيد الوالي وثقه راه فيه. اروح عاود ديرنا ابعث لنا لجنه تحقيق، اروح انت عاود شوف الناس اللي داو. نطلبوا من سيد الوالي، نطلبوا منه خرج لنا لجنه تحقيق ملي في الليسته اللي خدموها من البدايه للنهايه. كاين ناس يسكنوا في الجزائر جاو لهنا استفادوا، والناس اللي يسكنوا هنايا الحوايج راهم يقرب يحوفوا عليهم وما استفادوا من كل حاجه، ما استفادوا من حتى حاجه. نطلبوا من سيد الوالي يبعث لنا لجنه تحقيق في اقرب وقت. هو راه يقولنا بلي يديروا الطعون في الناس اللي عندهم وداو، الناس اللي عندهم وداو انت اللي عطيتي لهم، انت اللي تعرفه، ماشي انا نروح ندير الطعن في واحد اللي دا. هكذا راه يدير بيناتنا، انت اللي عطيته وثلاثنا حيلو، والناس اللي ما يسكنوش هنا انت يدير فيهم الطعون، والناس اللي عندهم وزاد وداو انت تدير فيهم الطعون. واليوم انا هدانا جينا ليه انا ما جيناش.
وين خرج هو؟ وين خرج هو؟ الليسته تاعو كاع خرجت. الجماعه اللي خرج ليهم كاع يتقداو، وين خرجوا الاعضاء تاعو؟ واحد ما داش. يعاود يشوف الناس اللي راهم هنايا واقفين دايرين وقفه احتجاجيه. يعاود يشوفهم، اسكو عندهم ولا اسكو ما عندهمش. نداءنا الى والي ولايه مديه يبعث لنا لجنه خاصه دير تحقيق وتقوم بالاجراءات والفحوصات كما ينبغي الحال، تشوف السكنات تاع الناس كيفاش راهي، يا هل ترى الى يستاهلوا باش يستفادوا من الاعانه هذه ولا ما يستاهلوش. في الاول قال لك بلي يدو من كل دار يدو واحد، ومن بعد لقينا في القائمه كاين زوج ثلاثه من دار واحده، ونطلب من التحقيق باش تعاود النظر في هذا الامر. وحنا عندنا مطالب تاع الزلزال هذه، راهم كاينين الناس عندهم الدراهم وزادوا استفادوا منها، وحنا يا صحاب الحوايج ما كاش اللي طالوا. هكذا نطلبوا الوالي يدير لجنه تحقيق في لاريست هذه، وهذو اللي تشوفهم قدامك هنا كاع زباوله. إذن بالنسبة لهذا الاحتجاج، مواطنين يحتجوا على عمل هيئة مراقبة البناءات اللي بعد الزلزال أتت إلى البلدية قامت بمعاينة المساكن أو البناءات المتضررة، سواء بناءات مواطنين أو بناءات المرافق التجهيزات العمومية. هذا العوام أو التقنيين تاع فرقة المراقبة، فرقة هيئة المراقبة، رافقوها أعضاء المجلس، نواب الرئيس ورؤساء لجان، وتمت معاينة المساكن حسب تصريحات المواطنين اللي سجلوها في البلدية، وقالوا بأن ما نزلنا ضرت من جراء زلزال. تصنيف قامت به هذه الهيئة، وهي مختصة قامت بالهيئة تصنيف، فيها من صنف في الأخضر واحد، في الأخضر اثنين، في البرتقالي ثلاثة، في البرتقالي أربعة، وفي الأحمر. المواطنين يطرحوا مثلا يقول لك بعض الناس غير مقيمين واستفادوا، وجدنا بعض الناس غير مقيمين لكن حذفناهم، ما استنوش الاستفاده. كل الحوش اكثر من عائله، ها ما وزعنا السكن اللي فينا، السكن الاجتماعي، جبنا بعض العائلات لكن في البنايات هذه بقات عائلات، ما جبناش العائلات الكل، ما نقدروش نجيبوا خمس عائلات نسكنوا في العماره في شقه تاع في ضروه.